سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحويل الجملة الاستفهامية في درس المباشر والغير مباشر. طبعا هنتبع نفس الخطوات اللي احنا اخدناها قبل كده في الجملة الخبرية، ولكن مع اختلاف المعايير. انت في الجملة الخبرية كنت ما تحول فعل القول لحاجتين، يا اما لطلق يا اما لسيد، يفضل زي ما هو. في الجملة الامرية كان عندك 6 خطوات بتحول فيهم فعل القول، اما في الجملة الاستفهامية فانت معاك 3 خطوات: اسكت ووندرد ووانت تو نو. اسكت وونتم ووندرد ووانت تو نو، الثلاثة ينفعوا في تحويل الجملة الاستفهامية. بس خد بالك ان اسكت يجي قبلها فاعل وبعدها مفعول، اما ووندرد ووانت تو نو ما ياخدوش بعدهم مفعول، يعني يجي بعدهم الرابط على طول. في الخبرية كنا بنحذف الاقواس ونربط بذات، هنا هنحذف الاقواس ونربط بحاجتين، يا اما اف يا اما اداة الاستفهام. واعرف ان اف بتساوي كلمة اسمها وزر، وخد بالك من كلمة طقس، طقس يعني وزر، بس المشكلة ان وزر اللي معناها سواء دي زيها بس فيها اتش، اهي اعرف ان انا مش هختار دي خالص، انا هشتغل على اللي فيها اتش، هي اللي تساوي اف ان انا هربط بيها. تمام؟ طيب بعدين احول الجملة الاستفهامية الخبرية، يعني هعمل عملية مقص. بعدين تحويل الفعل من مضارع الى ماضي وتحويل الظروف الزمنية. تعالوا نشوف فعلي بقى. جملة عادية قدامي بيقول لي علي said to مي، علي قال لي مي. Are they reading؟ طبعا انت عشان تعرف تفرق بين الجملة الاستفهامية او الخبرية او الامرية شوف لي الجملة بادئة بايه. ان بدأت بفعل وفعل يبقى دي خبرية وانت هتربط بذات، ان بدأت بفعل امر في المصدر يبقى دي امرية وانت هتربط بتو او نوت تو، ان بدأت بفعل مساعد او اداة استفهام يبقى انت كده هتشتغل على الاستفهامية بتاعت النهاردة. طب تمام، اول حاجة عندي علي بينزل ما عنديش مشكلة فيه، ستو هحولها طلد، ده كان زمان في الخبرية، انما انت شغال في الاستفهامية يبقى لازم تتحول لأسكت، يبقى دي أسكت. مي بتنزل عادي، الأقواس بشيلها واربط بمين؟ اف او وزر. لو عندك أداة استفهام اربط بيها، ما عندكش تخش على اف وزر. تمام؟ يبقى انت عندك حاجه واجبه وحاجه جايزه. الواجب ان لو فيها أداة استفهام هربط بيها، ما فيش خلاص الجأ لمين؟ لاف. الخطوه الاهم بقى انك انت لازم بعد الربط تجيب فاعل وفعل. طب يبقى انت هتعمل ايه؟ اللي هو تحويل الجمله الاستفهاميه الى خبريه، ان انا هعمل مقص ما بين ار وزي، ابدا بزي الاول وبعدين بس ار هتتحول لوير واكمل جملتي. فهمت؟ المفروض يبقى في علامه استفهام هنا تتلغي وتحط بدلها نقطه عشان انت حولت السؤال لجمله. تمام؟ جمله كمان، سارة ست وامل كان يريد انجلش. طبعا سارة هتنزل ما عنديش مشكلة، سيت تو تنزل اسكت، بعدين امل امل تنزل زي ما هي، الاقواس تتشال وحط اف او وزر. كان يو اعمل فيها ايه؟ حلو خالص. طبعا انت عندك يو عايد على الاول ولا على التاني؟ لا يو عايد على عالتاني، يبقى يو هتتحول لامل، امل تبقى شي. وكان تنزل كود واكمل الجمله. فهمت؟ كمان سها ست ومي دو يو لايك بيتزا، انت بتحب البيتزا؟ خد بالك من اللي هيحصل، خد بالك عشان في كل واحده فيها اختلاف عن الثانيه. سها بتنزل ست تو اسكت، انت هتستخدم وونتد او ووندرد لما ما يكونش فيه مفعول، طول ما فيه مفعول يبقى كده لازم اسكت. تمام؟ يبقى سها اسكت مي، طير الاقواس واربط باف. طب هعمل ايه في دو؟ قال لي لازم دو تتحذف، ان كانت دو او داس او دي تحذف تماما ومش هنعمل مقص. اذا حذفت دو يبقى مش هنعمل حركه المقص. يو طبعا عايدة على البنت تبقى ايه؟ شي. ولايك تبقى لايك لايك والجملة كده ظبطت. يبقى انت لازم تعرف لي انك بعد الرب يجي فاعل وفعل ماضي. ف
فاعل وفعل ماضي. وفعل ماضي. طيب كمان What are you doing؟ عمرو أسقط علي. هبدأ بعمرو أسقط علي الوضع الطبيعي بتاعي سواء جت لي آخر الجملة أو أولها. عمرو أسقط علي. هنا بقى أحذف الأقواس وأربط بمين؟ لأن أنت عندك أداة استفهام تربط، ولو هي what kind تربط بيها زي ما هي، ولو هي what subject what language تربط بيها زي ما هي. يبقى هربط بوات وهرجع للموضوع القديم. Are you أعمل فيهم إيه؟ ها؟ ثم يو ار صح؟ يو عايدة على التاني، التاني مين؟ علي. يبقى هي وار ار الماضي منها؟ طيب حطيت انا وير كده، تعال بص في الجملة تلاقي ان وير مش ماشية مع هي. الله، يبقى انا لازم ارجعها لمين؟ للماضي لووز، لان وير بتيجي مع الجمع. طب هو ايه اللي خلانا جبنا وير اصلا؟ علشان انت عندك يو، ويو كانت بتاخد ار، وار بتتحول لوير، يو اتشالت ونزل مكانها هي، وهي ما بتاخدش وير، يبقى لازم وير تتحول لووز. واكمل الجمله، فهمت؟ اه تمام. وير دو يو ليف؟ اين تعيش؟ نهى اسقط امل. طبعا هحذف هبدا بنهى اسقط امل زي ما هي. اه واربط بنفس اداة الاستفهام وير ها ودو تتحول تحذف نفس الموضوع في اداة مفيش تحذف يبقى احذف دو واي عايدة على بنت تبقى شي ولف ليفد تمام فهمت؟ اتفهمت؟